السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هجاوب على كل الأسئلة اللي سألت لي. أول سؤال، هل ينفع تعيين معيد في كلية التمريض؟ السؤال الثاني، هل ينفع أكمل كلية الطب بعد كلية التمريض؟ السؤال الثالث، هل ينفع أفتح عيادة نساء وتوليد زي ما كنت مثلا كده بقرأ على النت والكلام ده؟ هجاوب على كل الأسئلة دي إن شاء الله. أول سؤال، هل ينفع تعيين معيد في كلية التمريض؟ أيوه ينفع إنك تتعين معيد، بس بشرط إن أنت تكون من العشر الأوائل أو تكون من اللي مرتبين على الدفعة، تمام؟ طيب هقول لك بقى شويه نصايح كده. احنا يعني كنا بدايه يعني اول ما دخلنا هقول لك النصايح اللي احنا كنا بنوع فيها. اول نصيحه ان انت تحافظ على كل درجه. يعني ايه؟ عشان بص تتعين من المعيد، عشان تتعين يعني تتعين في الكليه وتكون من اوائل الدفعه، لازم تذاكر مذاكره. مش هقول لك بقى ان انت لا، ده انت لازم تذاكر مذاكره الاول لك النهارده دي. اول حاجه ان انت تحافظ على الدرجه، الدرجه ما تحاولش ان انت تضيعها. يعني كده تسمع حد من قرايبك يقول لك مثلا اكبر منك، انت خلاص يا باشا انت داخل الجامعه والكلام ده بقى خلاص ده اسهل من السنة وكده. بص لا، الدراسه في الجامعه اكتر يعني اضعاف المذاكره اللي انت كنت بتذاكرها في ثانوي هتذاكرها بقى في الجامعه. يعني كنا بنسمع كده انت هتخرج بقى من عنق الزجاجه والكلام اللي كنا بنسمعه ده، لا ده انت بص هتخش في مكان اضيق منه بقى. يعني عنق الزجاجه اللي انت هتخرج منه ده هتخش في مكان اضيق منه. طيب اعمل ايه عشان اتعين معيد؟ او انا مثلا عاوز اجيب تقدير عالي واجيب مثلا امتياز مرتفع. ما هو في حاجه اسمها لسه اعرف دلوقتي، في حاجه اسمها امتياز وفيها اسمه اي بلس، بقى دي اسمه الامتياز المرتفع. طيب ازاي؟ اول حاجه زي ما قلت لك ان انت تحافظ على كل درجه. يعني ايه؟ يعني مثلا عندك اعمال السنه تحضر السكاشن، ولازم تحضر السكاشن لان ايه؟ لان السكشن فيها اعمال سنه، فانت حاول ان انت ما تضيعش درجه، سكشن احضره. مثلا المحاضرات حاول ان انت تحضر. انا بقول لك اهو، تسمع ناس كده يقول لك يا عم ما تحضرش محاضرات ده ريكوردات وكلام ده، لا احضر المحاضره. حضورك المحاضره بيفرق كتير جدا، غير ما انت تقعد مثلا كده تسمع ريكورد او حاجه. لا زي ما بقول لك تحضر سكاشنك، تحضر محاضراتك، تكون علاقتك مع يعني المعيدين كويسين. ايه؟ يكون علاقتك معاهم كويسين، لان انت يعني اعمال السنه بتفرق. ما تسمعش يقول لك ده اعمال سنه ودرجات، لا اعمال السنه عشان تحاول بقى انك تتعين معيد. ما بقول لك ما تضيعش درجه. يعني ايه؟ مثلا امتحان الميد تيرم، الامتحان الميد تيرم اللي هو امتحان الشهري. مثلا حد كده تسمع حد يقول لك كده من زمانك يا عم ما تذاكرش، ده في الاخر الفاينل يعني النهائي يعني الامتحان ايه، هنجيب هنراجع وان شاء الله هنجيب تقدير. لا ما تسمعلوش، بص من اول يوم تخش في الكليه ذاكر مذاكره صح، ذاكر مذاكره صح مش بالعافيه. انا عايز افهمك حاجه، هو عشان تتعين معيد ده رزق، فاهم؟ مش بكتر مذاكره مثلا وبشطارتك، لا هي تبقى ارزاق، فاهمين؟ بس احنا لازم نسعى ولازم نقدم احنا لازم نسعى عشان ربنا يكرمنا. طيب قلت لك تذاكر من اول سنه، طيب اذاكر ازاي؟ اول حاجه لما الدراسه تبدا تاخد المحاضره تروح تذاكرها على طول، خلاص روح تذاكرها على طول، احفظ كده المحاضره واحطها على جنب. لا انت تاخد المحاضره تقرا كتير على النت. يعني مثلا خدت محاضره مثلا في اساسيات تمريض، انا خدتها اقوم بقى مثلا قارئ اسمع فيديوهات على اليوتيوب، اخش على النت احل اسئله. حلك الاسئله هيفرق معاك جدا، غير ما انت تخش تقعد تحفظ المنهج وتفكر بقى ان انت هتحفظه هتلاقيه. لا الامتحانات في الكليه عايزه طالب فاهم مش طالب حافظ، لو انت حافظ تغلط مش هتعرف تجيب تقدير. بص عايز طالب فاهم. طيب اكون فاهم ازاي؟ اكون فاهم ان انا ازود نفسي نولج، ان انا ابحث على النت، احل اسئله كتير. طيب احل اسئله كتير ازاي؟ عندك في مواقع كتير جدا، في موقع عندك يعني انتوا لسه داخلين سنه اولى، موقع اسمه برو بروف كويز. الموقع ده تقوم كاتب مثلا برو بروف كويز واسم السكشن بيجي لك اسئله كتير. في موقع تاني اسمه ار ان بيديا، تمام؟ في ده موقع تاني، في موقع تاني اسمه حاجه اسمها نيكليكس والحاجات دي، بس الحاجات دي عاليه عليك شويه. انا عايزك مثلا في اولى برو بروف كويز، او مثلا ممكن تقوم كاتب ام سي كيو. حد يقول لي يعني ايه ام سي كيو؟ ام سي كيو دي جايه من مالتيبل تشويس كويشن، يعني تبقى اسئله اختيار من متعدد. تقوم كاتب ام سي كيو اسم السكشن كده، انت حاولت ان انت تحل اسئله كتير، حلك الاسئله هتيجي تخش مثلا الميد ترم اول او اي امتحان تكون متدرب. مش حافظ مثلا اخد السكشن اقعد احفظه وانام عليه، لا مش تقعد تاخد السكشن كده وتحفظه وتركنه وخلاص. لا ده انت عشان مثلا انت تبقى من اول الدفعه مش لازم تكون دحيح، ده انت تكون بقى دحيح بقى يعني بدرجه زي ما نسمع كده دحيح. لا ده انت تذاكر بليفل اعلى، لان بص كل الطلبه اللي داخله بيتفكر بنفس تفكيرها، كل واحد بقى عنده حلم. مثلا انا مثلا في الثانوي كان نفسي في حاجه، فانا اخش مثلا حاجه وربنا ان شاء الله يكرمني واسعى. كل الطلبه كده بتفكر بنفس تفكيرك ده. اللي بينجح بقى واللي ربنا بيكرمه اللي بيتعب جامد. حاول انت تتعب بس تتعب بذكاء. طيب وهي نصيب ورزق، يعني مش بالعافيه، هي بتبقى ارزاق زي ما قلت لك ونصيب. هتعمل ايه؟ ان انت زي ما قلت لك ما تضيعش درجه، السكشن تكون علاقتك مع المعيدين كويسين، لان مثلا ممكن تنزل المستشفى في حاجه اسمها شيتات، الشيتات والكوميونيكيشن سكيلز بينك وبين زمايلك، حاجات بقى عليها زي البرفورمانس ادائك كده
في العملي بيبقى عليه درجات. ما تحاولش ان انت مثلا تسمع كلام زمايلك، يعني ايه تسمع ناس كده يقول لك يا عم ما تذاكرش ده احنا في الجامعه وفي حد بيذاكر. لا ما تسمعلوش، خلي بالك ممكن اللي يكون بيقول لك ده بيذاكر اكتر منك، وممكن اللي بيقول لك ده تلاقيه جايب في اخر الترم انت جايب مثلا جيد جدا مرتفع، ولا جايب جيد جدا تلاقيه جايب امتياز مرتفع. ما تسمعش كلام الناس المحبطه تقول لك يا عم ايه ده ما تشغلش دماغك وحد بيذاكر في الجامعه والكلام ده. لا انت داخل الكليه يكون عندك هدف. مثلا انا بحب ان انا اشتغل اكاديمي، يعني انا بحب اشتغل مثلا حلمي ان انا اشتغل مثلا اكاديمي الحياه الاكاديميه، انا اتعين معيد في الجامعه خلاص احطها هدف كده. خلي بالك يعني ان انت تتعين معيد في الجامعه دي يعني لو ما تعينتش مش نهايه الكون. ده خلي بالك انت لما تتعين معيد في الجامعه بتحتاج مذاكره كتير بقى عشان تحضر ماجستير، انت تبقى معيد وبعد كده لازم بتبقى مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد واستاذ، ده موضوع كبير جدا وعايز تعب، كل حاجه فيها تعب. يعني مش هتعين معيد كده خلاص ارتاح، ده انت هتتعب جدا، ده انت هتذاكر وهتبذل مجهود، واللي ما يتعاونش معيد هيطلع يشتغل هيبذل مجهود. طيب لو مثلا ربنا ما كرمنيش وما تعينتش معيد، الدنيا انتهت، لا بعد ما تخلص مثلا انت حلمك ان انت ممكن تشتغل ستاف في جامعه، ممكن تحضر ماجستير وتحضر دكتوراه، وممكن بقى مثلا في المسابقات والكلام ده ممكن ان شاء الله تتقبل. بس انت داخل سنه اولى اول يوم في الجامعه تقول كده انا عايز ايه، انا عايز انا داخل سنه اولى عايز احقق ايه، عايز عين معيد مثلا، عايز اجيب تقدير عالي عشان مثلا يخدمني. تقديرك انا بقول لك ما تسمعش لو حد كده يقول لك ده احنا كلنا مثلا هنشتغل هنبقى كلنا زي بعض، لا تقديرك هيفرق معاك في كل حاجه، في سفرك في شغلك في المكان اللي انت هتروح تشتغل فيه بيفرق في حاجات كتير. يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد. حاول ان انت تذاكر من اول يوم وما تسمعش كلام حد، ما تسمعش كلام حد يقول لك يا عم ده انت بتذاكر ده احنا ما بنفتحش الكتاب لاخر شهرين والكلام ده، لا ما تسمعلوش. خباك ممكن ده يكون يعني جايب تقدير امتياز مرتفع، فاهم؟ انا بقول لك بس الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها دي اول حاجه ازاي اذاكر، وعرفتك الاخطاء اللي احنا كنا بنقع فيها. طيب تاني حاجه، هل ينفع اكمل كليه الطب بعد كليه التمريض؟ الاجابه لا، ما ينفعش تكمل كليه الطب بعد كليه التمريض. يعني مثلا انت واحد ده احنا بنشوف مثلا يعني زي صيدله مثلا بيكملوا كليه الطب ده في يعني الوقت ان صيدله لما الطالب يكون بعد يعني بعد المستوى الثاني مثلا تقديره لازم يكون تقديره اعلى من 3.3، يعني ايه 3.3 ده اللي هو جيد جدا مرتفع يكون تقديره 3.3 وانت طالع بقى، لو اقل من كده لا لازم يكون تقديره 3.3 فيما فوق، مسموح ليهم انهم يكملوا كليه الطب دول طلاب الصيدله. طيب طلب التمريض ان هو ممكن مثلا ينفعوا يكملوا كليه الطب بعد كليه التمريض؟ لا ما ينفعش. بص عايز افهم حاجه، كليه الطب يعني دي مجال وده مجال خالص، يعني انت مجال نيرسنج تمريض وده مجال طب، ففاهم؟ فده واحنا يعني ده مجال وده مجال، ده انت لما تتخرج ده ليه شغله وده ليه شغله، فاهم؟ وانا عايز افهمك حاجه ان انت كل واحد بقى ليه شغله، يعني كل واحد مثلا في تمريض ليه حاجات مطلوبه مني، كل واحد بحاجه اسمها مسمى وظيفي وتوصيف وظيفي، الحاجات دي انت لسه هتعرفها لما تتخرج. انت لما تتخرج من الكليه باسمك اخصائي تمريض هتعرف بقى حاجه اسمها المسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي والكلام ده. طيب يعني جبت عليك لحد لك مثلا ينفع تكمل؟ ده بضحك عليك، مفيش حاجه اسمها ان انا اكمل كليه الطب بعد كليه التمريض. ممكن بقى بعد ما تخلص الكليه تمام وعندك مثلا حلم ان انت مثلا تدرس طب، ممكن مثلا تدرس بره، تسافر بره مثلا في دول اوروبيه، احنا عارفين مسموح بس بقى انت فاهمين مصاريف بره، فاهم؟ عايز تكمل او ممكن تكمل بس هتدرس بقى من الاول وجديد، فاهمين؟ ده لو واحد مثلا عايز يدرس لما يخلص وحلمه مثلا عايز يكمل، انت بقى انت وراحتك وانت عايز تشوف نفسك هتكمل ايه. بس مفيش في مصر ان انت بعد ما تخلص كليه التمريض تكمل كليه الطب، ده اللي هيقول لك كده بيضحك عليك. تمام ده تاني سؤال جاوبنا عليه. طيب هل ينفع افتح عياده نساء وتوليد بعد كليه التمريض؟ الاجابه لا، ما ينفعش تفتح عياده نساء بعد كليه التمريض. انت مثلا كنت تقرا كده بس تخش على جوجل تلاقي بس حاجات مكتوبه زي كده او حاجه، لا الكلام ده ما فيش حاجه اسمها كده. لو سالت لو حد قال لك مثلا كده بيضحك عليك كمان، ما فيش حاجه ان انا ينفع بعد كليه التمريض افتح عياده نساء وتوليد. ودي كانت نهايه الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.